سمعوا الكره العليا كي كدافع على اللباس ديالها التقليدي وشوفوا اللباس كي داير. نحب كي نكون في مناسبات باسكو يشوفونا طبعا من جميع انحاء الوطن وانحاء العالم. لماذا كنتي انت تدافعي على هذا اللباس التقليدي؟ اش نقولوا على هذا؟ هذا هو اللباس التقليدي، والا فلا شوفوا القفطان الاحمر كي جا على اللي لابسينه، شوفوا القفطان المغربي كيف داير. ولكن كملوا هذا الفنان اش كتقول؟ نلبسوه والله راح نحافظوا عليه ان شاء الله. انا اللباس الشاوي نحبه بزاف. هذا اللي الا كان هذا هو اللباس الشاوي الملكي ديالكم خليناه لكم، ما تخافوش عليه. احنا ما تنسرقوش، احنا تنصنعوه، احنا لنا تقاليد، احنا لنا قفطان، لنا زليجنا، لنا جميع الامور ديالنا. احنا لنا تاريخ، التاريخ لا يباع ولا يشترى. المغرب اولا ولا غالبين الله عاش المغرب ولا عاش من خناه. يعلم الله كم احبك يا وطني، يعلم الله كم مدافع عنك يا هذا الوطن. المقدمه اللي شفتوه هو لباس الشاوي، وانا ما فهمتش واش اللباس الشاوي هو اللي كيكون مغطي داير بحال هكذا، ولا اللباس الشاوي هو داك اللباس ديال ديك الممثله خلني له لكم. ولكن الاناقه، شوفوا معي، شوفوا الاناقه، شوفوا القفطان المغربي، شوفوا الاناقه ديال الايادي والانامل ديال الصانع المغربي. شوفوا الا بغينا نقولوا بانه عندنا قفطان، عندنا اصاله، وعندنا تاريخ، وضربوا له القفطان المغربي، وعليها الناس كلشي تيحمق عليه، اللي لبساتو تيجي عليها الاناقه. يا سلام، هذه واحد المغربيه اللي كتشوفوا معنا خطفات الانظار وتسلطت عليها الاضواء خلال البساط الاحمر بمهرجان كان للسينما. مهرجان كان للسينما احسن تسويق. بالمناسبه كاينه واحد المؤثره شهيره الاصل ديالها من انجلترا او من المملكه المتحده، غنسلطوا عليها الضوء المره الجايه. دير البوز ونشرت صور ديال مراكش على الانستغرام ونازله في واحد الفندق فخم، ما نعاودلكمش. المهم خليونا من هذا، ولكن خليونا في القفطان المغربي، الحضاره المغربيه هذه غترجع لنا. علاش هي المغرب كل حاجه زوينه فيك؟ علاش هي المغرب الناس كيبغيوك؟ وعلاش هي المغرب اللباس ديالك والقفطان المغربي ديالك مقبول في كل البلدان؟ القفطان المغربي اناقه اللباس المغربي التقليدي، وخصوصا وحنا على ايام معدوده من عيد الاضحى المبارك، وغنشوفوا اللباس التقليدي المغربي، وغنشوفوا التهافت ديال البعض على اللباس التقليدي المغربي. وغادي نقول لكم حتى حنا مبروك عواشركم، كل عام وانتم بخير. نلقاكم في فيديو اخر، ما تنساوش نجيبكم فيديو ديال العيد غادي يكون في شكل اخر. عندي لكم مفاجاه. بالسلامه عليكم.